صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نرى أن بعض الدول الإسلامية تتعرض لكثير من الفيضانات والزلازل والنكبات الأخرى، بينما نرى دول الكفر مثل بعض الدول الغربية لا يأتيها مثل ما حصل في بعض الدول الإسلامية، فما هي الحكمة في ذلك؟ الحكمة ظاهرة، المؤمن يبتلى لأجل يطهر من الذنوب ويمحص، ولأجل أن يتنبه ويتوب. أما الكافر فإن الله يملي له لأجل أن تعظم ذنوبه وكفره والعياذ بالله، فيكون أشد في عذابه. قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الله بيّن الحكمة في ذلك. نعم.